اهلا بيكم. دلوقتي احنا عايزين نبتدي نتكلم في موضوع جديد من موضوعات الـ Fundamentals of Project Management. الموضوع بتاعنا في المحاضرة دي هي محاضرة قصيرة شوية، وانما مهمة من ناحية ان احنا عايزين نتعرف على ايه الخصائص او ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا نقول ان اللي بنعمله ده اسمه Project. فأنا عايزك الحقيقة توقف الفيديو ده شوية، دقيقة أو اتنين، وتكتب في ورقة قدامك كده ايه اللي انت شايفه يعني بروجكت، ايه اللي ممكن تسميه بروجكت، اوكي، او ايه الحاجة اللي لما تشوفها السمات او الصفات اللي تشوفها في حاجة تقول يبقى دي بروجكت. وقف الفيديو وانا قاعد مستنيك. اوكي، ارجو ان انت تكون اتكلمت عن كل اللي خطر في بالك ان اللي بنوصف بيه المشروع. الحقيقة احب اقول لك من الانتراكشنز اللي اتعملت مع طلبة كتير قبل كده ان اغلب اللي بيتقال سليم، الا شوية حاجات صغيرة هقول عليها دلوقتي. لكن الحقيقة في صفتين يهموني جدا في البروجكت، هما اللي يخلوني اقول ان ده بروجكت. الصفة الاولى ان هو يبقى finite period. بمعنى ايه؟ بمعنى انه غير ممتد في الزمن، او اسف، له فترة زمنية محددة. يبقى من هنا اي حاجة بتبتديها عشان تستمر مش مشروع. اوكي، وهنا يمكن بعضكم هيفاجأ او بعضكم كان متخيل ان ادارة المشروعات يبقى انا عايز اعمل مشروع محل فول وطعمية. اوكي، لا، محل فول وطعمية is not a project, it's a business. اوكي، فبندرس لها business management. الحاجة اللي بتبتدي عشان تستمر وتكبر وتزدهر دي بيزنس. البروجكت إذا استمر وكبر وازدهر يبقى فاشل. أوكي؟ لازم البروجكت يخلص. صحيح ان احنا لما بنيجي نتكلم على ان احنا هنفتح بيزنس معين نشتغل فيه، ممكن قوي نقول ان قبليه بنعمل بروجكت اعداد لبدء البيزنس، لكن ما قبل بداية البيزنس ده اسمه بروجكت، ما بعد بداية البيزنس ده اسمه بيزنس. اوكي، وبيزنس مانجمنت. هي البيزنس مانجمنت والبروجكت مانجمنت حاجتين مختلفتين، صحيح هم قرايب، لكن دي حاجة ودي حاجة، دي مجموعة علوم ودي مجموعة علوم تانية، في بينهم حاجات مشتركة كتير، لكن ده علم وده علم. المهم، يبقى أول سمة بتميز المشروع عن حاجات تانية في الإدارة هي سمة إن هو له finite period of time. تاني سمة هي سمة إن المنتج بتاعه منتج فريد وحيد مفيش زيه. المشروع بينتج منتج وحيد. ليه؟ كل مشروع بيجي بالمستجدات بتاعته وله الفترة الزمنية بتاعته والمدخلات بتاعته وظروفه والناس، كل حاجة فيه بتختلف عن الحاجة اللي قبليه. طبعا انت ممكن الكلام ده تعممه على كل حاجة، مفيش حاجتين في الدنيا زي بعض، لكن في كده الخطوط العريضة بتاعة البروجكت. اوكي، بتقولك ان لا، البروجكت عشان يبقى اسمه بروجكت يبقى مفيش حاجة زيه. لو هتبص على مشروع انشاء حي سكني، ده مشروع، كل عمارة جواه مشروع. اوكي، يبقى دايما في ايه، عمر ما الحي السكني ده هيطلع حي تاني زيه، حتى لو نفس الرسومات هيبقى في مكان تاني، لو في مدينه او في مدينه تانيه او في مده زمنيه تانيه او طقم اللي هيشتغل فيه مختلف او او او. اوكي، يبقى دول السمتين اللي بيميزوا او الاساسيتين اللي بيميزوا المشروع عن حاجات كتير تانيه في علوم الاداره. اوكي، طيب نرجع بقى من ده ونبتدي نبص على ايه الصفات التانية اللي تهمني وانا بتكلم على المشروع.
أولا المشروع لازم يتحط له أهداف واضحة، أوكي؟ عشان المشروع يتنفذ لازم المشروع يبقى أهدافه واضحة وتكون قابلة للتحقيق، وده نرجع فيه للي كنا بنسميه السمارت جولز. السمارت جولز هي اللي بتوفر فيها السمات الخمسة، فاكرينهم؟ specific, measurable, action oriented, realistic and time bound. أوكي؟ دول لازم يتوفروا عشان المشروع يتنفذ. تاني حاجة ان يبقى الاكتيفيتيز بتاعته او ان هو يبقى مبني على مجموعة من الاكتيفيتيز. وهنا الحقيقة خليني اقول لك ان في استثناءات بنبص على عملية واحدة ونقول عليها مشروع، اوكي؟ لكن الغالب الاعم هو ان لما باجي اتكلم على بروجكت يبقى البروجكت ده مجموعة من الأعمال تتم مع بعضها ورا بعضها أو مع بعض في نفس الوقت أو بس لازم كلها تتم علشان إيه؟ علشان المشروع يبقى اتنفذ. هنا خليني أبص معاك على حاجة تهمني أوي. الرسمة اللي قدامك دي إيه؟ أوكي؟ الرسمة اللي قدامك دي دلوقتي اسمها بيرت شارت. اوكي، البيرت شارت دي واحدة من الطرق اللي بيتم بيها التحليل والتخطيط للمشروعات. بيرت اختصار Project Evaluation and Review Technique. اوكي، علشان نعمل خطة للمشروع واحدة من الوسائل، خلي بالك واحدة من الوسائل اللي بنقدر نعمل بيها خطة كويسة للمشروع هي الطريقة بتاعت البيرت. لكن خلي بالك برضو ان البيرت فيها حاجة تهمني قوي قوي حتى لو ما استخدمتش كل القوة اللي فيها، وهي ايه الحاجة اللي تهمني قوي وممكن ما استخدمش غيرها في البيرت؟ هي العلاقة المنطقية ما بين التاسكس وما بين بعضها. ايه بقى العلاقة المنطقية دي؟ العلاقة المنطقية بين التاسكس وبعضها هي ايه اللي يبدأ قبل ايه وايه اللي لازم يخلص عشان ايه يبتدي. اوكي، يعني انت لو بصيت للرسمة اللي قدامك دي دلوقتي وبصيت على الرسمة اللي على الشمال، في الرسمة اللي على الشمال دي هتلاحظ ان في مجموعة من التاسكس، تاسك A، تاسك B، تاسك C، ما يهمنيش ايه التاسكس دي، وكلهم موجودين ما بين ستارت واند للمشروع. لو بصيت كويس هتلاقي ان في تاسك رقم 3، اوكي، دي اللي هنا لازم علشان تبتدي لازم الاتنين اللي قبليها دول يكونوا خلصوا ولا لا، من غير ما تعرف ايه اللي هيتعمل فيهم ولا هياخدوا وقت قد ايه، كفاية انك تشوف ان دي قبليها الاتنين دول، تبقى على طول كده بقى قدامك صورة واضحة ان التاسك دي عشان تبتدي لازم التو تاسكس دول يكونوا خلصوا، صح؟ في نفس الوقت تبص على التاسك اللي لوحدها تحت دي هتلاقي ان مفيش حاجه قبليها ولا بعديها غير الستارت والاند. نادر ان حاجه زي كده بتحصل، لكن لو دي حاجه زي كده موجوده ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي تخلص في اي وقت، ابتديها في الاول اجلها للاخر مش فارق، المهم ان هي لازم تخلص قبل ما المشروع يخلص، وما تأجلهاش قوي بحيث ان كله يخلص وهي اللي تعطلك، ولا تبتديها هي لوحدها والباقي تخليه يستناها لان مفيش حاجة معتمدة عليها. ارجع بقى لورا، يبقى انا قلت لك اهم معلومة بطلع بيها من البيرت شارت هي ايه؟ العلاقات المنطقية ما بين التاسكس وما بين بعضها. برضو انصافا للحق يعني البيرت از ا فيري باورفول تكنيك، اوكي، بيستخدم في التخطيط والايفالويشن بتاعه المشروعات، والحقيقه هو اتطور في الستينيات وتطور مبني على مجموعه سابقه ليه من وسائل تخطيط المشروعات. اتطور التكنيك ده على بعضه واستخدم من ضمن الادوات الاساسيه اللي استخدمت في التخطيط لمشروع الفضاء الامريكي في الستينيات، واللي انتهى او اللي وصل بيه في سنه 1969 ان نيل ارمسترونج وباز ألدرين نزلوا على سطح القمر.
تاريخ الطيران والفضاء ما يهمنيش دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله ان التكنيك ده من القوة ومن القدرة ان هو قدر يخطط لمشروع متشعب وضخم جدا زي مشروع الفضاء الامريكي اللي ابتدى سنة 1961 ووصل القمر بعديها بـ 8 سنين في 1969. يبقى سوري يبقى البيرت وسيلة من وسائل التخطيط. البيرت مش هو الوسيلة الوحيدة، هو من الوسائل الأقوى، لكن أنا يهمني منه هنا في الكورس بتاعنا ده إن أنا أشوف منه العلاقات المنطقية ما بين التاسكس وما بين بعضها. أرجو إن ما أكونش طولت عليكم. إحنا لسه بنتكلم على يعني إيه بروجكت وإيه الخصائص اللي موجودة في البروجكت. نكمل الفيديو الجاي. احنا في الفيديو ده اتكلمنا بس على ثلاثة من السمات وقلنا التعريف الاساسي، ولو الخلاصة ان انا عايزك تفتكر حاجتين، وهو انه البروجكت لازم له فاينايت بيريد ان تايم، ولازم البروجكت له يونيك اوتكم او برودكت. نكمل مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله.